اهلا بيكم في حلقه جديده من عمال ايديا. كل سنه وانتم طيبين، وزي ما تعودنا عازمين او معزومين، وده اللي هنعرفه في الحلقه النهارده. هنعمل مع بعض فراخ على طريقه هواي كده، وهنعمل مع بعض حلو لذيذ جدا بالفراوله والكريمه. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. مع بعض سريعا المقادير. مع اول وصفه هنعملها هي الفراخ الهواين. هنعمل مع بعض الصدور، هتبقى صدور متقطعه مكعبات، عاملينها متبلينها بالملح والفلفل والبصل المبشور، ثلاث انواع الفلفل، البصل، صويا صوص، هنجيبه بقى لايت صويا صوص، وبعدين في هنا البرتقال، سمسم، خل التفاح، نشا عشان نتقل، وجنزبيل، والعسل، والكزبره اللي بنحطها. اول حاجه عايزه اعملها هنحط زيت خفيف، وهننزل الفراخ نشويها. اوكي، تمام. تاني حاجة بقى نشوي في الخضار. عايزين بقى مع بعض نتكلم كده شوية عن التلاجة، ودي طبعا ممكن اراهنكم كلكم، كل حد بيتفرج عليا، الاول مثلا جواز او اول ما نبدأ نخش المطبخ، دي تبقى اول خناقة على طول هي التلاجة، وممكن تفضل معاكم بقى لسنين. يعني هي دي مشكلتي بصراحة، لان الاول بستحرم ارمي الحاجة، بعدين الاقي الحاجة بتبوظ، بعدين طب احنا بقى لا نعمل ايه، نعمل حاجه لذيذه جدا، ودي اللي بقينا بقى نعملها دلوقتي ونظبطها. لان تنظيف يعني الثلاجه من اهم الحاجات، وممكن تكون اكتر الحاجات اللي احنا بننساها. بننظفها من جوه، بس انا بكلم على تنظيفها، عشان احنا نشيل الحاجه بقى اللي خلاص ملهاش لازمه، او اللي احنا دلوقتي ما بقيناش نستخدمها، او الحاجه خلاص هنلاقيها هتبوظ. يعني ايه، بيبقى في كذا كده حاجه بنعملها، فعايزين نظبط الحته دي مع بعض. ودي تقريبا موجوده في كل بيت، يعني كل اصحابي مثلا لسه متجوزين، دي تقريبا خناقاتهم، واول لما يقولوا اقوم انا ساكته وعماله اضحك، عشان انا عارفه ان احنا طبعا بنعملها على طول، وان هي دي المشكله بتاعتنا كلنا وهي الثلاجه. عايزين كده نبدا مع بعض نقول ان احنا لما نيجي ننظفها، نعمل يوم مثلا او يومين في الاسبوع ان الثلاجه هننظفها ازاي. طريقتها بتبقى سهله ولذيذه، ولما نعملها هنتعود عليها كمان على طول. كده الخضار عندنا تمام استوى، فعايزين بقى ايه نتعود عليها ونظبطها، بحيث ان انا ابقى جايبه بوله مثلا وحاطه فيها الميه. هنحط ميه، هنحط خل، وهنحط صابون،
وبعدين عايزين نتعود ان احنا نعملها على طول، واول لما حاجه تقع في التلاجة لازم نشيلها على طول ونعملها. دي من الحاجات المهمة جدا. تعالوا كده ايه نشوف مع بعض. اول ما اي حاجة تتدلق على طول هننضفها. لما نيجي ننضفها هنبقى عاملين لها ليفة معينة سفنجة، وهنعمل لها برضو فوطة تبقى نظيفة بس للتلاجة، والحاجات اللي هي للتنظيف النظيف يعني هنعمله. وهنعمل نحط البولة نعمل فيها زي ما اتفقنا، نشيل الحاجة بره خالص ونمسح التلاجة نفسها من جوه. ممكن نشيل كمان الأرفف ونغسلها بره. نفس الحاجة في الدرفة، لما نفتحها نشيل الأرفف بتاعتها وتتغسل وتتصفى. أهم حاجة ما نحطهاش وهي مبلولة علشان ما تعملش ريحة أو ما تعملش طبقة مش لطيفة وتبقى على طول مشبرة معانا. وبعدين برضو الملح لما نحطه في التلاجة بيساعدنا على امتصاص الرطوبة، ودي من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن نكون بنغلط فيها على طول. وبرضو دايما ساعات نلاقي حاجة كارفة على حاجة، ده بيكون مشكلته ان احنا بننسى نقفل الحاجة كويس. لما ما بنقفلش الحاجة كويس واحنا حاطينها في التلاجة بنلاقي ريحة حاجة ضربة مع حاجة، فبنبقى متضايقين جدا جدا جدا. ودي من الحاجات اللي احنا عايزين بقى ايه ناخد بالنا منها. اهو بصوا بقى كده هنعملها. انا كده دلوقتي اهو معاكم الفراخ عندنا خلاص قربت على السوا او تمام، يعني ممكن نقول ان هي خلاص استوت اهو. توم بيدي طعم حلو قوي للاكل. اديها شرايح كده بس تديني ايه الاحساس بتاع التوم. انا مش هحتاج احط في الوصفه هنا، هنحط عصير برتقال، مش هحتاج احط فيها ملح خالص لان هي هتبقى فيها نحط بقى العسل. الوصفه دي من الوصفات الحلوه جدا جدا جدا، ومن اخف برضو الوصفات، ومقاديرها كلها حلوه. خلي التفاح سمسم. سمسم من الحاجات الحلوة جدا 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 مع الصوص ده بالذات اهو. وهنحط شوية من الجنزبيل برضو اهو. لو مفيش جنزبيل فريش ممكن نحط ايه ده، بس طبعا الفريش بتدي ريحة احلى كتير اهو. بس هنسيبها بقى تغلي شوية ايه وتتقل. وهي هتتقل مع نفسها. يلا هنا اهو الفراخ برضو خلاص اهي بصوا قربت على السوا، ودي حاجة تغلي بقى ونعملها. فايه فنرجع تاني لموضوع التلاجة. التلاجة عايزين نعملها كل اسبوع مرة او مرتين. وبعدين عندنا الحاجة لما تتدلق هنقوم منضفينها على طول. عندنا ان انا ابص في الحاجه، يعني هنحط مثلا نعلب بقى الجبن بتاعتنا كلها ونبقى قافلين عليها كويس قوي علشان ما تبقاش تعمل الحرف اللي هو زي عفن او حاجه كده لما بنسيبها، او تنشف الحرف اللي بينشف. لا عايزينها تطلع معانا حلوه وتبقى كانها جديده. نفس الحاجه بالظبط الجبنه البيضه برضو هنعلبها كلها ونحطها، برضو هتطلع حلوه جدا معاكم وتقعد معاكم مده اطول شويه. الادراج دايما دايما نبقى مظبطين. ممكن نعمل درج نخليه للبهارات، نعمل نص للبهارات نص التاني نخليه للحاجات اللي هي المقفوله علشان ما يكرفش عليه. ونعمل درج للجبن، درج مثلا للخضروات، نحط معاه الخضروات والفاكهه او تحطوها في ارفف، يعني ايه نظبطها. ممكن لو الدرج الكبير ده نقسم حتتين نقسمها نصين. لما نقسمها مثلا بالعلب البلاستيك
ونحط فيها هنا الخضار وهنا الفاكهة، ومعاها مثلا نحط حاجات اللي بتبقى برضو مقفولة علشان الروائح ما تعملش على بعض. ولو هنحط حاجة من الطبيخ اللي احنا عاملينه وحابين ان احنا مثلا نخزن او حاجة كده، هتبقى في علب ازاز مقفولة كويس جدا محكمة الغلق علشان ما تعملش ريحة وحشة او ما تطلعش الريحة بتاعتها. ولو اخذنا من بطرمان مثلا صلصة، ما ينفعش ان انا اعمل حاجة واقوم حط المعلقة فيه تاني، لا لازم تبقى المعلقة نظيفة علشان برضو ما يعملش العفن اللي بيحصل لما دايما بنستخدم المعلقة في حاجات تانية. دي كلها حاجات للجبن، للقشطة، كل الحاجات دي لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس قوي علشان ما تبصش مننا. تعالوا بقى هنا كده، بصوا كده، اوكي بدأت كده تعمل. وإيه، أنا عايزة أتقلها شوية بقى لأن كده عندنا الحمد لله كله تمام جاهز. عايزين بقى نتقلها شوية، فإيه هتقلها بشوية من النشا. أهو، وبرضو لو سبناها شوية هي هتتقل، بس إيه كده خلاص تقلت معانا حلو جدا. نص كده كله جاهز على ايه، على الغرب. يلا بينا. شايفين كده خلاص، عايزين ايه كله ياخد وبعدين نمسح طبق، مش مشكلة اهو. وزي ما اتفقنا العين بتاكل قبل البطن، فدايما عايزين نخلي منظر الطبق بتاعنا يبقى حلو ومنظم وما يبقاش شكله مش حلو. كده عملنا مع بعض فراخ الهواين، عملناها بصوص لذيذ قوي خفيف جدا. هنطلع فاصل نجيب الوصفة التانية ونرجع تاني مع بعض. نبدأ مع بعض بالوصفة التانية. عندنا كوباية من الكريمة، عندنا كوباية زبادي، كريم، وهنا الفانيليا، سكر، والفراولة. لذيذة جدا وهتعجبكم إن شاء الله قوي، وصفة كده سريعة وبتطلع حلوة جدا في العزومات بالذات. هنجيب الزبادي نحطه في هنا، وهنحط
نص كمية الفراولة، طبعا على حسب برضو العدد ايه اللي هياكل اهو. عملنا مع بعض الفراخ الهواين، فراخ خفيفة بصوص لذيذ جدا، وعملنا مع بعض الفراولة بالزبادي معاها المكسرات والكريمة. أتمنى يكونوا وصفتين سهلين سرعة وعجبوكم. استنوني في حلقة جديدة من عمال إيديا.